طيب قبل ما اتكلم على المنتخب الاولمبي نبتدي اخبارنا بالنادي الاهلي، واحنا عارفين الفريق بالتحديد الفريق الاول لكره القدم في اجازه بعد العوده من دبي بعد المعسكر اللي كان هناك. الاجازه دي هتخلص باذن الله يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين هيكون اول مران لفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي بعد بكره، يعني بكره ان شاء الله هيعود مستر ريني فايلر بعد الاجازه اللي هو خدها في سويسرا لزياره اسرته، وان شاء الله باذن الله الكل يكون متواجد في معاده طبعا اللاعبين الدوليين، وان شاء الله يكون استعداد قوي من خلال مرحله تانية مهمة جدا للنادي الأهلي في إطار الاستعداد لتحديات مختلفة إفريقيا ومحليا، وإفريقيا هي الأهم رغم أن احنا هنبتدي محليا مباراة الجونة بإذن الله تعالى، لكن كل طبعا التحديات وكل المباريات والبطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي هي أكيد مهمة لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما بينتظر الانتصار في كل المباريات بإذن الله. الأمور ماشية بشكل كويس، بس عايز أتكلم على بعض الأخبار اللي بتخص الفريق بالتحديد محمود متولي، والنهارده كلام كتير كان طلع على تجدد الإصابة. احنا عارفين محمود متولي عنده مزق في العضلة الخلفية، ده تعرض ليه في مباراة السوبر اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-2 على نادي الزمالك وخرج في الشوط الأول، فبيعالج من ساعتها لحد دلوقتي وهتستمر وتمتد فترة العلاج 3 أسابيع أخرى، ده على حسب تصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ، واللي قال إن احنا عرضنا حالة اللاعب على أخصائي ألماني هناك في دبي، واللي نصح بتأهيل محمود متولي لفترة أكبر عشان يرجع سليم بإذن الله للمشاركة في المباريات. إذن محمود متولي هيغيب فترة أخرى أو امتداد للفترة الأولى للإصابة اللي لحقت باللاعب، مش عايز أقول تجدد للإصابة لكن هي عبارة عن عدم التئام كامل للعضلة الخلفية. المزق بيبقى رخم شوية بصراحة، يعني المزق ده بيحتاج وقت، اللاعب دايما بيبقى نفسه ان هو يلعب ونفسه يبقى موجود رغم ان ما كانش فيه استعجال على عودة محمود متولي، لكن هو خلاص يعني ان شاء الله بإذن الله خلال 3 أسابيع، كنا نتمنى ان هو يعود قبل كده كمان، لكن خلال 3 أسابيع ان شاء الله يقدر يكون جاهز للتدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات. وهو في الحقيقة لاعب مهم قوي محمود متولي، مدافع مميز، واحنا عندنا مجموعة من المدافعين الكويسين في الحقيقة وعندهم قدرات عالية جدا وكلهم بيكملوا بعض، فللأسف الفترة الجاية هنفتقد شوية محمود متولي وإن شاء الله يعود سريعا للملعب. ده فيما يتعلق بإصابة محمود متولي. الفترة الجاية أو بداية من يوم الاثنين هيكون في برنامج بدني خاص، ده هيضعه طبعا مستر توماس بينكل مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، خصوصا بعد أجازة كانت 4 أيام، يعني تعتبر أجازة طويلة شوية مش قليلة، فهيكون في برنامج خاص تأهيلي للاعبين في بداية الفترة الثانية، وبعد كده هيكون في برامج أخرى متعلقة بالجانب البدني والجانب الفني والكروي وبعض الأمور والجمل التكتيكية اللي هيركز عليها مستر فايلر المدير الفني السويسري للفريق، علشان إن شاء الله بإذن الله يكونوا جاهزين أتم الجاهزية لعودة بطولة الدوري يوم 25 والمباراة الأهم يوم 29 مع النجم الساحلي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الفريق يكون موفق في المباراتين. دي من ضمن الاخبار. خليني اتكلم مع حضراتكم كمان عن ان النادي الاهلي بيبدا الاستعداد للسفر لتونس، استعداد مبكر شويه، هو طبيعه النادي الاهلي كده. الجهاز الاداري كابتن سمير